الفكرة بقى حساسية الصدر في الأطفال بتيجي أزمات كتير لأطفال فجأة بدون مقدمات. ممكن الولد يبقى نايم يصحى تلاقي وشه أزرق مش قادر ياخد نفسه، سامع صوت صدره. العرف اللي بقى متداول للأسف في الفترة دي كله بيجري على جلسات البخار. لذلك في ناس كتير تقول لك لا أنا هجيب جهاز البخار يبقى في البيت عندي علشان أي وقت أنا إيه أتعامل معاه. فالام ممكن تلاقي يعني تقول لك ايه ده انا صدر ابني ملبش شويه كده، فلما ايه ادي له جلسه تفك شويه. والحاجات اللي مفعولها بيبقى اقوى، وحضرتك استاذنا تحتوي على الكورتيزون. ايه بقى الثقافه اللي بقت منتشره عندنا دي، وهل في منها ضرر في التعامل مع حساسيه الصدر ولا لا؟ هو حضرتك اصلت نقطه مهمه جدا، جهاز النيبيولايزر او اللي هو بيدي جلسه بيقولوا عليها بخار. هو طبعا هو بيحط في الجهاز او في الماسك بيحط موسع شعب، هو ده اللي يهمني. كورتيزون بس هيبان مفعوله بعد 15 يوم، ده اللي هو بياخد النيبيولايزر ده باستمرار. فهو الموسع شعب بيبقى ضروري في اللحظه دي. انهي لحظه؟ في اللحظه اللي الولد صدره بيزيق مش قادر ياخد نفس، ومفيش دكتور. بروح بيه على الاميرجنسي او على الطوارئ في المستشفى. الطبيب طبعا بيكشف ويشوف الحاله ويعرف انها بسبب ازمه ربو او حساسيه، لان ممكن تبقى في اسباب تانية. ممكن يكون داخل في التهاب. تمام. حاد شعب في التهاب شعبي حاد، وده العلاج بتاعه غير ده خالص. فبالطريقه دي لا، انا ما انصحش ان احنا نجيب جهاز نيبيولايزر نحطه في البيت. ما هو هل ده يعتبر من الاسعافات الاوليه لحدوث الازمات الصدريه اللي بتحصل فجاه؟ لما اكون اعرف ان ابني بيعاني من ربو، وممكن ازمه الربو تيجي في اي لحظه. لكن بقول لحضرتك ما اقدرش اوصف الجهاز النيبيولايزر في الروشتة لعيان لوالد ولي امر يجيب للطفل بتاعه، لان ممكن يكون سبب ضيق النفس حاجه تانية. يبقى كده انا بدخل الطفل في دايليما، في دوامه. هو